من خلال جولة الفريق الطبي في قرية الطيانة أثناء حملة لقاح الأنتروتوكسيميا، لاحظ حالات هزل شديد في الأقنام ونفوق، وذلك نتيجة الظروف الجوية من جفاف وقلاء في الأسعار، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار على المربين، لذلك لم يستطع مربي الأقنام تقديم الأعلاف لأقنامهم، وحدثت لديهم حالات نفوق في أكثر من قطيع وهزل شديد. احنا بالنسبة للمواشي للأغنام بشكل عام احنا نتكلم، هي اللي الضجيج اللي عندنا هي مشان الأعلاف. اليوم طول الشعير ب 1700، يعني ب 1,700,000، التبن نفس الطريقة ب 900، والسنة محل صار لها يعني سنتين ثلاث، وهاي السنة الله كريم احنا نترجى رحمة الله، بس المشكلة كلها فطست الأغنام اللي عندنا هنا، اللي عنده 500 وقفت على 200 على 300 راس. والتبن غالي، التبن طن، التبن والله 900,000، والشعير ب 1,500، خيو والغنم فطست، البارح فطس منها 26 واليوم 3، وخيو وجهها على فطوس ما وجهتها تعيش. وكان عندي 500 راس وهسه ما بقى منها غير 200 راس، والناشدة الجهة المعنية أن العالم بغلات أسعار، اليوم الشعير ب 1,700 والتبن ب 900 وكلها فوق الألف، وما عاد نقدر، وقامت تفطس، إذا ما تساعدنا الجهة المعنية والله بدأت تنخرط الثروة الحيوانية.